يواصل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي سلسلة المؤتمرات الجماهيرية الحاشدة بمختلف محافظات الجمهورية لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي. وفي محافظة الإسماعيلية عقد مؤتمر بحضور عدد كبير من ممثلي الجمعيات والقيادات والشخصيات السياسية والأجهزة التنفيذية والنواب والشخصيات العامة والمواطنين من أهالي المحافظة، ذلك لاستعراض الإنجازات والمشروعات التي حققتها الدولة. في مشهد بيعكس وعي الشعب المصري، انطلق مؤتمر حكاية وطن للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لدعم وتأييد المرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، والمرة دي بمحافظة الإسماعيلية وبحضور عدد كبير من أهلينا في محافظة الإسماعيلية بمختلف فئات المجتمع. يوم جميل جدا، كلنا سعداء. أنا كنت بدعي الناس بحب وفرحة، لأن ما ينفعش غير الرئيس يكمل بينا. اشتغلنا على ندوات في كافة أنحاء المناطق الإسماعيلية والقرى والمراكز، ندوات مستمر، يعني كل يوم في ندوة بنتكلم عن دعم السيد رئيس الجمهورية، بنتكلم عن إنجازات السيد رئيس الجمهورية خلال الفترة السابقة. المؤتمر شهد حضور أكثر من 1000 مواطن لتأييد المرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي، في لفتة تمثل رد الجميل لما شهدته المحافظة من إنجازات غير مسبوقة على مدار السنين اللي فاتت، وفي نفس الوقت من أجل استكمال سلسلة الإنجازات. كل يوم إسماعيلية بتبعت رسالة بتقول إن شعب الإسماعيلية وراك في خامة الرئيس، وإحنا كلنا بنؤيدك، وإن شاء الله يوم 10 و11 و12 أهل الإسماعيلية كلهم هيبقوا أمام الصناديق وهيظهروا بشكل مشرف. ده كله لدعم وتأييد سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في كل قراراته، وإحنا وراه إن شاء الله، لأن إحنا شايفين دعمه للقضايا الفلسطينية والشعب المصري كله كان مبسوط. ده يوم رد الوفاء لسيادة الرئيس اللي تحمل الأمانة وتحمل في وقت صعب جدا جدا جدا، في وقت كانت الدولة فيه في خطر، والنهاردة احنا ده نعتبره يوم رد الوفاء، رد الجميل. شكرا على المشاريع اللي اتعملت في إسماعيلية هنا تحديدا، لأن أنا من محافظة إسماعيلية، وأهمها قناة السويس الجديدة اللي فتحت أفاق كبيرة جدا. مؤتمر الإسماعيلية بيجي ضمن سلسلة مؤتمرات حكاية وطن بمحافظات الجمهورية، واللي بتتناول الحديث عن الإنجازات اللي بتتم بالمحافظة واللي بتقدمه مؤسسات التحالف الوطني وكياناته من دعم كبير في كافة الأصعدة وعلى مستوى عدد كبير من المشروعات القومية بكافة القطاعات الخدمية والتنموية.